علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. بمناسبة مرور 100 حلقة من برنامج من سيارة سيرة رح أحكي عن أهم الطرق اللي ممكن تتابعوا فيها البرنامج وطبعا بقية برامج سوريالي. أول شي عندنا الموقع سوريالي.com، تقدروا من خلاله أنكم تتابعوا البث المباشر للراديو أو تلاقوا الحلقات بشكل متفرق ضمن الأرشيف. ممكن كمان تلاقوا الحلقات حسب التصنيف وحسب الموضوع أو تلاقوا حلقة معينة بصندوق البحث. ممكن كمان تلاقوا معلومات زيادة عن عائلة سوريالي وعن الحلقات حسب فريق الإعداد. تاني شي عنا تطبيق سوريالي، تطبيق متوفر للأندرويد على جوجل بلاي ستور وللآي أو إس على الأبل أب ستور. التطبيق كمان بيوفر إمكانية الاستماع للبث المباشر أو الأرشيف أو حتى متابعة صفحتنا على الفيسبوك أو حتى ترك رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة. الاحتمال الثالث هو قناتنا على ساوند كلاود اللي عليها الأرشيف الكامل من لما بلشنا لهلا، قناتنا على اليوتيوب كمان اللي عليها مختارات من الإنتاج السوريالي. الاحتمال الرابع هو تطبيق تيون إن، هو تطبيق راديو أونلاين فيه عشرات آلاف القنوات. ببساطة منفوت على صندوق البحث ومدور على كلمة سوريالي بالإنجليزي أو بالعربي ومنلاقي القناة ومنعمل بلاي، وممكن كمان نضيفها على القنوات المفضلة مشان نلاقيها بسهولة المرة اللي بعدها. أنا شخصيا أفضل أسمع برامج سوريالي عن طريق تطبيق بودكاست، التطبيق اللي بيستعمله اسمه بوكيت كاست بس حكي بينطبع أي تطبيق تاني. وكمان ببساطة منفوت على صندوق البحث ومندور على سوريالي بالإنجليزي أو بالعربي ومنلاقي القناة ومنضيفها على قنواتنا المفضلة، وبصير بيجينا أول بأول إشعارات عن الحلقات الجديدة. آخر طريقة هي الـ RSS feed اللي بيستعملوا قارئ RSS عشان يتابعوا الأخبار بالعادة. ممكن يلاقوا رابط الـ RSS تبع سوريالي على موقعنا أو حتى بوصف الحلقة على ساوند كلاود وعلى اليوتيوب. فيعني باختصار نحن لاحقينكم وين ما رحتوا. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.